أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الشاعر يحاول قدر المستطاع أن يكون صوت المظلومين والمعذبين، ليس في وطنه فحسب وإنما في كل بلدان العالم. إنه ينتمي لجراحات أمته وأبناء عقيدته، نعم، لكنه بالفطرة النقية التي وهبها الله إياه إنما يحاول أن يستوعب الجميع حتى يعكس صورة طيبة، ليس عن أخلاقه فحسب بالقول وإنما عن أخلاقه كذلك بالعمل. وهكذا هو الشاعر يلعب دور المحرض من أجل استحضار أفضل الصفات الإنسانية وتطبيقها على الأرض عملا، ولا يكتفي بها قولا فقط. وهذا هو ديدن كل شاعر صاحب هم وقضية يحمل رسالة واعية. مشاهدينا، في هذه الحلقة نستضيف عبر الإنترنت من تونس الشاعرة لمياء العلوي. أهلا بك أستاذة لمياء معنا، حللت أهلا ونزلت سهلا في بيت القصيد. شكرا أستاذ مصطفى، وتحيتي إلى المشاهدين في العالم العربي، وتحيتي إلى النضال المقدس، إلى الأخوة، إلى الرجلة. احنا في تونس نقول إلى النضال المتناهي في غزة، وتحية حب وتقدير وشهامة ورجولة. شكرا لك. ومن خلال هواء قناة الرافدين، وهي قناة تعنى بالشأن العراقي أولا وبالشأن العربي والإسلامي أكيد في نفس المستوى، ومن خلالها يعني نثني على رسالتك ونرجو لأهلنا هناك في غزة أن ينصرهم الله وأن يحقن دمهم عاجلا لا آجلا. أستاذة لمياء، في البداية سيرة ذاتية موجزة بحدود ما تودين أن يعرف المشاهد الكريم عنك، تفضلي. لمياء العلوي شاعرة من تونس، شاعرة ودارسة فنون جميلة، رسم وديكور وتصميم أزياء. كتبت شعر من سن 14 ونلت جوائز. زرت عديد البلدان العربية، أكتب في صحف عربية أيضا لمقالات وتغطية لمهرجانات شعرية. نعم، هذا بالتحديد لمياء. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة حب الوطن وقيمة تونس في ذات الشاعرة لمياء العلوي، حدثيني عن قيمة الوطن في وجدان الشاعر، كيف يمكن أن تكون، وما الذي تمثله تونس لك على وجه التحديد؟ طبعا هي بلدي تونس، تربة احنا عنا المتجذرين ومنتمين الى اكيد الانتماء، والجذور هي تربط الشاعر، الشاعر اللي هو حساس اكثر من الانسان العادي بطبعه. اذا هو انسان عادي يقول لك انا تربطني الدم، الوطن، الحب، الام، شيء مقدس. اذا يكون الشاعر حساس اكثر بضعفين. عن فكرة الألم والجراحات النازفة والقلوب التي لا تزال تبذل دمها هناك في فلسطين، أكيد لديك الكثير من القصائد، الكثير حتى تقوليه في هذه الحلقة، لكن لو تحدثيني عن شعورك تجاه ما يجري هناك. أستاذ مصطفى، احنا منعش احنا التوانسة كل معروف اللي تونس مساندة الفلسطين مساندة 100%. يعني احنا نرفض التطبيع ونرفض اي اغراءات ونرفض اي مساس كلمة وهي فلسطين. يعني في المقام الثاني تونس، ولو استخرجت للشارع التونسي وسألت اي تونسي مهما كان سنه من رابعة من اللي يبدأ ينطق يعرف ان النطق ونطق ما هي فلسطين، سيحدد فلسطين هي الدولة الثانية بعد تونس. من اول ما اظن ان شربناها في الفطام، يعني فطمنا على كلمه فلسطين، فطام في طابع بتلك الكلمه. تفضلي تفضلي باكمال فكرتك قبل ان تاخذينا الى اولى قصائدك، تفضلي. هذا والحمد لله. احنا كسياسة يعني دوليه معروفه تونس من ايام الزعيم بورقيبه، البعض معروفه اللي هو مساند لفلسطين، وهذا يحسب لنا والحمد لله، لانه ما فماش قلت لك ما فماش احنا في الشارع التونسي ما فماش كلمه تطبيع او كلمه
رفض للموقف الفلسطيني او رفض للمجهودات الفلسطينيه او رفض لما تفعله غزه، احنا ما عندناش. نعم فعلا دماء تسيل، هذه ضريبه الحريه. قلوبنا تفضلي. معهم، قلوبنا تجرح لما يحدث في غزه، لكن ما لا سبيل للتفاوض ولا سبيل للعوده الى الخلف. نعم تفضلي سأقول واسمعينا أولى القصائد التي تودين أن تلقيها على مسامعنا الآن. تفضلي أستاذة لميا. من سنوات وهي على العالم العربي وعلى فلسطين بالتحديد. يا عنتري، يا عنتري جد بالحساب، الغيم طال بغربتي وتفرقت كل الشعاب. لا حلم، لا حلم يكسب لك، يكسو عبرتي لا. وأنا السجينة للتراب، الروح تبكي، الروح تبكي خفيها، والشوك عرش في الرحاب. لا ورق يستر عورتي، لا توت طاه الثياب. منا استبيحت أرضنا، والغيم يرديه الضباب. وأنا الغريبة ها هنا، روح يخضبها السراب. لملمت لوعة، لملمت لوعة غربتي، وأنا المسجى بالعذاب. لا قبر يحمل لوعتي، كل المسالك لي صعاب. صرت أسابق حيرتي، ما بين أكوام العقاب. 70 عاما أنزف والنزف يكتبه الغياب. كل المدائن وردتي، والجسم ينهشه الكلاب. وزر الخطيئة ليس لي، وأخي هنا قتل الغراب. قدوا قميصي إخوتي، ورموا ورودي للذئاب. هي تلك عروبتي، والقول جمله للكذاب. السلم يرفع ذلة غناه مكسور الحراب. ناشدت صخرا بينكم، يا أمة محضو الهباب. عريتموني عنوة، والآن بغدادي تعاب. تبت أياد مزقت ستري، وجادته الحجاب. فعراقنا صرح هوى، ومن السماء أتى الشهاب. كانت أناشيد الورى تحلو بأنغام الشباب. كل المنابر دنست، والقدس يأسرها السراب. رتلت 1000 قصيدة ودعتها خلف الهضاب. صليت ردوا هيبتي، وسبحت أغرقني العباب. ودمشق مسكن دمعتي، ودمشق أنسام الصخاب. كانت علا في صبوتي، والآن واليوم ينخرها الخراب. دك المنازل عنوة، لم يجدي لليمن العتاب. بل قسم تعسها، بكت الحصون كما القباب. وترى بلف الغرب اكتوت بلهيب أحفاد الغضاب. مختارها نار علت، أحفاده شق القراب. لا من يداوي جرحها، غاب الطبيب كما الصحاب. يا أمة لهجاتها باتت معاجمها السباب. شقوا المدافن، علني بين المدافن أستهاب. هاروننا جروا بدا، وأسودنا مثل الذباب. ناديت واليوم انقضى، أعياه معتصم الجواب. لم يبق رمز عروبتي إلا النهود مع الرضاب. فهنا الرجال قصيدهم خسر على وقع الكعاب، ونشيدهم جيد دنا، والفخر في لمس الجراب. قد غاب فرسان الوغى. يا عنتري جد بالحساب. على الأحرار يجودون بالحساب، وعلى يعني كل من يحمل في قلبه جذوة إيمان وانتماء لهذه الأمة يعني يسير في مساره الصحيح الذي يراد له أن يكون فيه تماما، بما يحفظ له هيبته وكرامته وسمعته وأحقيته بأن يتأول التاريخ مدافعا عن قضايا أبناء جلدته
وأمته وعقيدته. أحسنت يا أستاذة لمياء. اليوم أفهم من قصيدتك أن الشعراء يزفون عن القضايا الكبرى ويتجهون إلى الموضوعات، لا أريد أن أسميها الرثة، ولكن إلى الموضوعات التي يعني لا تضمن لهم عزا ولا نصرة ولا سؤددا ولا مجدا ولا تمكينا. هل اليوم بات الشعراء يعانون أزمة الفكرة العالية مثلا؟ ربما هذا، وربما هروب من الواقع أيضا، هروب من الواقع يصنعون به عالمهم، عالم في الغزل، عالم في أشياء أخرى، عالم ما بعرف، لكن الأجدر بهم أن يكتبوا على قضايانا، على ما عاد نخوة. هي النخوة فين؟ على الأقل نجدها في الورق. أين النخوة؟ على الأقل علينا أن نحاول تكريسها في الورق حتى نجدها. هذا موقف الأستاذة لمياء. لكن عن فكرة أن الشعر يتسع لمختلف القضايا ومختلف الموضوعات، هناك من يرى أنه لابد من الترويح عن النفس قليلا. لماذا دائما ينبغي على الشاعر أن يكون مسكونا بالهموم، أن يكون مسكونا بالغموم، أن يكون مسكونا بالمآسي؟ ما رأيك في هذا؟ طبعا لا، هذا هو رسول الله حتى قال ساعة بساعة يعني، لكن على الأقل اذكروا قضايانا، اكتبوا ما تشاءون، أما في الأول اذكروا قضايانا، وعندما تتاح لكم الفرص في إذاعات أو قنوات تلفزية عبروا عن موقفكم، وهو دعم للقضايا العربية. دعم للقضايا العربية. عن فكرة الإنسان في تجربة لمياء العلوي، هل تنتمين إلى الإنسان الذي هو حامل للجنسية التونسية فقط، أم تنتمين للإنسان العربي، أم للإنسان المسلم، أم للكل الذي يستحق؟ والله الكل الذي يستحق، ثم القضية العربية، لأني بطبيعتي أنا من عائلة قومية عربية، لكن الإسلام هو ركيزة. جميل جدا أن الإسلام هو الركيزة، وهذا ما ينبغي أن يعني يتقيده أو أن يتقيد به كل شاعر وكل صاحب إبداع. أستاذة لمياء، لماذا الشعر باعتقادك؟ لماذا الشعر؟ ماذا ندافع به أو لماذا؟ لماذا أنا شاعر؟ الشعر؟ لماذا تتمسكون بفكرة أن يكون الشعر موجودا؟ لماذا الشعر كان قائما؟ هو احنا وصلتنا حتى قبل ملاحم والإنسانية، او ما يعني في اليونان لم تكن الملاحم بل كان شعرا، يعني احنا عرفنا الملاحم من اليونان، من الإنسان الأول كشعر، إذن هو الشعر موجود، ما يعني هو ما عبر عنه الإنسان كان شعرا، والشعر هو لسان الشعر، ما لا يستطيع قوله شخص عادي يقوله الشاعر بطريقته. نعم. أستاذ لمياء، هناك من يقول إن شعراء الأمة العربية الإسلامية يعانون أزمة فكرة وأزمة تاريخ، كيف هذا؟ يعني نجدهم يتغنون بالتجربة الفرنسية، التجربة اليونانية، التجارب الغربية، وربما يهملون التجربة العربية لما على ما لها من إرث كبير يعني قدمته للمكتبة العربية، يتجاوز ربما المفرزات الأدبية الغربية على الجملة. لكن السؤال هنا، هل أنت مع فكرة أو بين معترضتين حرية الشاعر أن ينغمس انغماسا في الأدب الغربي وينسلخ من أدبه العربي، أم أنه يجب أن يطلع على كل الثقافات ويبقى متمسكا بثقافته الأم؟ طبعا هذا الأكيد وهذا الواجب، خذ من كل شيء، لكن هذه ثقافتنا هي العربية، لا ما نعرفش أنا هم عليه، هم ما ياخذوش من ثقافتنا، عليه هم مقيدين بثقافتنا. نعم. احنا عنا ثقافة، عنا إرث حضاري كبير، عنا موروث ثقافي أعظم، هما اللي خذوا منا بالعكس في السنوات، الواحد اللي عندهم العصر
الذهبي نتاعهم هم خذوه منا احنا، وخذوه حاجه الحسنات نتاعنا، ناخذوا الحسنات نتاعهم نوظفوها، لكن ما نكونوش خارجين من قشرتنا احنا نقولوا بالتونسي. أحسنت كثيراً. عن فكرة إحساس الشاعرة وكيف أنه يعني ينسجم مع العاطفة الإنسانية ومع الألم والدمعة، ربما بما يتجاوز إحساس الشاعر الرجل، حدثيني عن شعورك تجاه ما يجري في فلسطين خصوصاً في غزة هذه الأيام، قبل أن تقرأ لنا قصيدة ربما تنطبق على هذا الوجع. تفضلي أستاذة لميم. فعلاً أنا هجرت التلفزيون، لم استطع مثل قبل يعني، وصل الانسان ما عادش ينجم يشوف المشاهد الدمويه اللي تصير تو في غزه، لانه فعلا كل يضيق نفسه ويبكي، لكن ما باليد حيله، فعلا ما باليد حيله. نشوف الامه هيك كيفاش، انا ام ونعرف شنو احساس الام لما تحضن ولدها نعم، وبنتها، وهو فعلا احساس رهيب، يعطيهم القوة ويعطيهم الصبر، وبقول أنا حتى يعطي منعش برافو ليهم اللي هم صابرين ومتشبثين بأرضهم ومتشبثين بتربتهم الغالية. الأم الفلسطينية هي رمز للأم العربية، رمز للأنثى اللي قوية، السيدة في مكانها اللي ترفض تخرج من أرضها من دارها من منزلها وتضحي نعم، ضحي بالغالي والنفيس من أجل القضية. أحسنتي. إنما عظمة الأمهات والآباء هناك في فلسطين على يعني الجملة كل فلسطين، إنما هي مستمدة من عظمة تراب الوطن الذي لا يقبل أهله أن يساوموا عليه أو أن يتنازلوا عن ذرة تراب منه. تفضلي إلى القصيدة التي تريدين لنا أن نسمعها منك. ستكون باللهجة التونسية، أما أكيد هي لهجة ثالثة مفهومة في العالم العربي. تفضلي. هي للأم الفلسطينية، هز الطرق بالصوت، خلي الثنايا تفوت، والفجر مهما بعد لازم ظلامه يموت، يقلب ظلامه ضي، وانوار من ياقوت، والليل مهما طال عليه الفجر يصوت بعد الدموع، والحزن يجلي صياح السكوت. يا ما يحسب الأوطان، بحور من العزات صانوا الشرف والعر، كتبوا ملحمة عبراه، بالدمع نرسم أرض، وحب الوطن آهات، جاهد الشهيد بالروح تستقبل الجنات. هيا زغرتي يا يمه، ولدك عريس ما مات، مهر الوطن ما يجده كان فارس اللمات. لما تحني ليه املي الأرض نظرات، روحه صخور وحجر مخلوطة بالرملات، ومسي تراب البر، دمه سجرايات، تلقي روايحه طيب، تفوح بالمدات، نادي بعالي الصوت، والآه في الأنات. يا كبدي قعدت بعيد، لكن في قلبي تبات، مرسوم اسمك أرض مكتوبة بدمومات، منحوتة أساميكم منقوشة كل وشمات. يا دهر غني صوت، ولف النجع لفات، ذكرى شهيد ما باع اسمه على النجمات، ربي بدال الأحزان ماحيها بالفرحات، لما رجال تحدوا ما خافوا من الخيبات، معروفة نخوة غزة، مرفوعة كالنخلات، لا تهدهم لرياح، لا تهزهم غصرات، كيف البرق يتحدوا، اشتاب الرعودات، صناديد معروفين، يبانوا بالغصرات. شكرا. ذكرى الشهيد ما مات يعلى على النجمات،
أو يكتب على النجمات أو كما قالت وعلى الشاعرة. شكرا لك أستاذة لمياء، أكيد تقوم سنواصل، بذلك. أكيد سنواصل، لكن لابد أن نخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى إلى تونس، ومن هناك معنا الشاعرة لمياء العلوي. أهلا بك أستاذة لمياء من جديد. أهلا، تحياتي. عن فكرة قيمة النص العالي حينما يكون مكتوبا من أجل قضية عالية، تحدثينا عن هذا الموضوع. أكيد، لأنه يمس الإحساس، الشاعر يكون أرقى وأجمل. أنا نعتقد هذا لأنه خارج من، أنا شاعرة، أنا أكتب الأغنية، أنا لي أغاني كثيرة في تونس. يعني ماهوش كيف إنسان يجيك فنان يقول لك اكتبي لي أغنية على الأم، مع حبي الكبير لأمي الله يرحمها والأمهات، لكن هنية يولي إحساس الفنان اللي باش يغنيها، أو اكتبي لي أغنية على حبيبته أو على موضوع ما. لكن لا، لما نكتب انا قضيه تمسني، قضيه تمسني تكون من نعم احساسي انا، من احساسي انا، تكون اكثر قوه واكثر عمق. نعم نريد ان نستمع الان الى قصيده جديده، ربما كانت ذات موضوع مختلف عن الموضوعات السابقه، لكن اكيد كل ما تقدمينه يسعدنا ويبهج قلوبنا. استاذه لمياء تفضلي. شكرا. قد اغمد الهدب في عنانها بنت الغيم، تفضلي. قد أغمد الهدب في ضلع خناجره، وشاء للعين أن تغدو كجيفاري مدمسني الشعر، هزتني عناذله، وكان رمضان مزهوا بأنواري. يا أيها الشعر، بنت الغيم بارقة، والبحر يرسم في عيني إصراري. يا أيها الشعر، جئت اليوم ملهمة لمياء، واحترقت من فيض أسراري. أعادني الماء نحو الماء في حضر، والبحر يرسم في الخفاق آثاري. أذوب في وأعلم، أذوب في وأدري أنني امرأة لها تغنى بكل الحب أشعاري. يهدهد الحرف والأحبار أغنيتي، يغوي ضيائي ونور اللج أفكاري. ماذا أقول، ماذا أقول، غزت روحي جحافله شعري، فأمطرني حرفا من النار. دنا لي، دنا لي الرطب الغاوي فعتقني، وأسكر القلم الضامي، الضامي بأمطاري. ومنذ أن عاد ثغر الصبح يلثمني مع السماء، فخط النجم أقماري. ومنذ أن جاء مجنون يفتقني، ويسلخ الخيط عن جلدي وأزهاري. سما مع الروح يتلوني كمعجزة، وعاد نحوي متبوعا بأوطاري. هذا الشعور، هذا الشعور الذي يبغي مسايرتي، فكيف للشعر لا يسري لأغواري. ما شاء الله عليك أستاذة لمياء، لا فض فوك. أستاذة لمياء، حبذا لو توضحين لنا شكل أو ما المتخيل في ذهنك للقصيدة التي تستحق أن تخلد، كيف هي، كيف يجب أن تكون هي الفكرة؟ فكرة تكون ضد الفكرة. أنا في الغزل مانيش ضد الغزل، بالعكس الغزل جميل، لكن أي فكرة وأي قيمة، النص يكون عنده قيمة وعنده وجدانيات وعنده عاطفة كبيرة وعنده إحساس راقي، هذا هو اللي يخلد. نعم، ولا بأس بسؤال طريف أيضا إتماما للقصيدة التي تفضلت بإلقائها قبل قليل واستنباطا من مضمونها. يعني قد يقول شاعر أو قائل، لم نسمع من قبل عن شاعر يتغنى بفكرة أنه رجل،
يتباهى بفكرة أنه رجل، لكننا نجد الكثير من الشاعرات يتباهين بهذه الفكرة، أنا امرأة أنا امرأة. ما اللغز، ما السر هنا؟ واسمي موجود في 4 ولا 5 نصوص، اذكر اسمي بالعاميه، عنا في تونس بالعاميه في اخر، دائما اخر نص رجولي يكتب مثلا من قبيله امن، انا فلان من فلان من قبيله هذه، هذه سبيل يعني الفخر اوج، والمراه تكتب صورة هكذا من نوعا صور ما، الفخر والاعتزاز يعني. صوره من صور الفخر والاعتزاز في العاميه هكذا في تونس. هذا فيما يتعلق بفخر الشاعر أو الشاعرة واعتزازه بموطنه وبلد نشأته وسجايا أهله من مروءة وجود وكرم وما إلى ذلك، لكن ماذا عن الفخر والاعتزاز فيما يخص الصامدين هناك في غزة منذ أكثر من 120 يوما؟ رسالة من قلب عربي موجوع إلى قلوب كثيرة أنهكها الوجع، ماذا تقولين؟ أنا الأقدار فتكون قصيدة. أنا الأخ، وهي مغنية غنوها أطفال في تونس، تفضلي. وكانت يعني في التلفزيون التونسي الأول وبثت. أنا الأقدار، أنا الأقدار في كف، أنا الأقدار خلاني فلا تغضب، وغني ألف أغنية فلا تعتب، وأسري جريب طوفاني وعانق كل أمنية، وسجل لحنك الدامي، أنا الأهداب ناعسة، أنا غزة ملحمة، وتلك أدمعي فاضت بأمجادي بعنواني، على هدب المسا غابت تعيق مجد مد أحجية، وتكتب ألف ترحال، تعانق فجري الواعد وترسم ليلي الجاني، تعصر غيمة حبلى تعتق ألف طوفان، أنا غزة، أنا غزة أبكيكم، فهذا الوعد أبكاني وأبكاني، فمن منكم قد يبكي على أعتاب أجاني، ومن باع موطنه فقد باع أوطاني، أنا غزة ألحان وأغنية، وبعض من أغانيكم وبعض من أماسيكم، وكل أحزاني تعريني تعريكم، أنا عربية قالوا، وقالوا العرب إخواني، وقالوا كل سيماتي مرجوع لعدناني، وقالوا أوصالي مسيجة بحب كان مزروعا بشرياني، فهل كل عاصفة تزكي نار أحزاني، وهل كل عاصفة تعيد مجد أيامي، واليوم قد بعتم، واليوم قد بعتم عروبتكم، وبعتم اسمي السامي، فلاشهد يا زمن غدر من باعوا، ألاشهد غدر إخواني، وكيف كان خنجركم مغروس، مغروسا بأوصار. شكرا. نسأل الله لهذا الجرح الواسع أن يندمل وأن يبرأ، ولهذه الأمة أن تستيقظ من غفلتها، وإن كنا نشهد الكثير من المشاهد العالية التي لا تخلو من الفخر للأمانة، حتى يعني لا نعدم الخير بهذه الأمة، الخير موجود حتى قيام الساعة، والغاضبون موجودون، والمؤيدون والمناصرون والمنتمون لهذا الوجع موجودون في كل الأوطان العربية والإسلامية ولدى الكثير من أحرار العالم. إن هذا الصوت أصبح عاليا ومجلجلا في الآفاق، ولا يمكن لكل يعني جلاوزة الظلم والاضطهاد والاستبداد والاستعباد أن يكتموا هذا الصوت الحر والحي، سواء في الوجدان العربي الإسلامي أو في الوجدان العالمي الحر المنتشر على طول الخريطة الواحدة. أستاذة لمياء، هذه القضية لن تموت، هذا ما يعني وصلت إليه من قصيدتك الأخيرة على بساطتها كونها مغنات، ويعني الأغنية دائما الكلمات المغناة يعني تكتب بلغة متوسطة حتى تصل إلى القدر الأكبر من الناس من حيث المعاني والأحاسيس. أحسنت كثيرا، لكن إذا ما أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة يعني مخاض القصيدة عند الكتابة، أيهما أسرع؟ وأنت قد كتبت الاثنتين، القصيدة العامية والقصيدة الفصيحة سواء بالتفعيلة أو العمودي، وكتبت كذلك الأغنية، أي النماذج من هذه كلها مجتمعة أشكلت عليك أو كانت عالية الحساسية مقارنة بغيرها؟ والله أحيانا هو إلهام
تستفزني اشياء معينه لا ادري كيف اكتبها، ساعات تجي بالعاميه او بالوحده، لكن دائما قول القصيد اللي هو بالوحده، القصيد على البحر يكون اكثر قرب واكثر، نعم، هذا هو أكثر قربا وأكثر أثرا وتأثيرا، وربما أصدق موقفا كذلك تكون القصيدة حينما تأتي طوعا. ومن القصائد التي أتتك طواعيا نريد أن تسمعين الآن الجديد منها. تفضلي أستاذة لمياء، نريد أن نستمع إلى قصيدة جديدة مما كتبت وأعددت لهذه الحلقة، تفضلي أستاذ. ونضوت أثوابي، ونضوت أثوابي التي عطرتها كي لا أشم الريح في أثوابي، فكشفت عن جسد يخاتل خفية، والورد يلهب لثمة الأحباب، يا باعث يا باعث الصحب التي قد أمطرت، الغيم طرز ستره بحجابي، قبلت وجه الصبح عند بزوغه، وأدرت قطر الشهد في أكوابي، رافقت حرف الحاء في صلواته، وجعلت حرف الباء في محرابي، يا أحرف قد صغتها بجوارحي، حتى بدت منحوتة بكتابي، كل القصائد جملتها مهجتي، وقصائدي مرسومة برضابي، ما الحب إلا لعنة أدمنتها، يا لعنتي لا تهجري أعتابي، ولتسكني طاب المقام بأضلعي، وتظللي بالرمش والأهداب. هذه القصيدة المكتوبة على البحر الكامل وعلى روي الباء المجرور، إنما جاءت حتى يعني تلاطف النفس البشرية وتشاكلها في آن. أحسنت أستاذة لمياء، وإن كنا يعني لا يمكن لنا أن نمل القصائد الجميلة والإلقاء الحسن، نريد أن يعني تعطينا قصيدة أخرى قبل أن نخرج إلى فاصل، وحبذا أن تكون من قصائدك العمودية إن توفر، أو التفعيلة، اقرأي ما شئت، تفضلي. أطلقت خلف الصمت في صلواته، فبحثت عن ذاك المخبأ في فمي، وتجمعت أوصاله في مهجتي، كالغاب مقطوع الجنان بدا دمي، الروح ناحت حفيها فتدحرجت، وتبعثرت أوراقها في مهجتي، وأنا الغريبة بينكم، في قصتي أذرو حروفي من مدادك ملهمي، لملمت لوعة غربتي، وسترتها وسكبتها تجتاح صمتة العفمي، من مرمري طب الكؤوس لرشفة ترويك ريا، وانتبه من مرجمي، إن القمور لترتوي من قبلتي، فغدت لجينا غائرا في برعمي، وزر الخطيئة كالغواية ينزاح بين وسادتي وتألمي، لا يعرف الجرح المؤجج حيرتي، وبدا كتوما صخره في أعظمي، قد نجهل الصرح العظيم إذا هوى، لكنه بالمنجنيق هنا رمي، هي قدرة الأقدار تبرم غاية، وتكذب الأخبار رملا منجمي، يا ساعة جاءت أقضت مضجعي، حتى السواد هنا استكان لملطمي، وأتى الصباح مدججا من مقلتي، وعلى الشموس ظلاله من مرهمي، فالليل غشاء الضياء بكحله، والضوء بداد السواد بمغنمي، لا يأسر الحلم المعلل خيفتي، مهما يصارع بالرجاء يتحتمي، هذا الجنون رواؤه من غيمتي، حتى استزاد بظلمتي وتجهمي، طرق السماء براحتيه، وما اكتفى وبحسنه يغزو الفضاء كأنجمي، أو تكسر القيد اللعين
معذبي فأجابني بشبيه قولا طلسمي يا سائرا متعصبا بصبابتي أنا ها هنا أنا ها هنا متفرد عال سمي تلك الجراح نزيفها من أضلعي فكفاك ما مني يبين وما قمي. حياكم الله أستاذة لمياء، لا فضافوك ودمت، ونرجو لك كل التوفيق، أحسنت بهذه القصيدة. أستاذة لمياء، قبل ما نخرج إلى فاصل دعيني أسألك هذا السؤال، ما الذي تنتظره لمياء العلوي من الشعر بكل صراحة؟ والله يمكن شيء يخلدني فقط، ربما يخلد اسمي يوما ما ولا أعلم، هذا فقط ما أنتظره من الشعر، لأنه هو أنا أعبر بطريقتي، أنا أحاول أن أعبر بطريقتي فقط، هذا هو اللي ما أستطيع أن أفعله، أعبر عن إحساسي، عن وجداني، عن إحساس غيري إذا اللي ما نجموش يقولوه نقوله أنا، لكن هذا هو، أتمنى أن يخلد اسمي شعري. إنما الشاعر صدى لغيره، وهو نعم الناطق الرسمي باسم آمال وآلام المعذبين وطموحاتهم، وهو كذلك الذي يفتح لهم الباب واسعا ليصافحوا شمس الحرية وينطلقوا إلى عالمهم المنشود الذي يليق بهم وبكرامتهم وبإنسانيتهم. أكيد متواصلون معك أستاذة لمياء، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. بكم أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة ضمن حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت من تونس الشاعرة لمياء العلوي. أستاذة لمياء، مرحبا بك من جديد. مرحبا. العوام من الناس الذواقين للكلمة العالية، المتابعون للقصيدة، المحبون لهذه الثقافة، المتشبثون بهذه اللغة، باعتقادك الذاتي والشخصي، ما الذي يأمله الناس من الشاعر؟ ما الذي يتطلعون إليه؟ ما الذي ينتظرونه منه؟ احنا الأغاني اللي سواء أغاني أم كلثوم أو أغاني عبد الحليم حافظ أو أغاني فريد، كانت كلماتها جيدة، كانت توصل المستمع، المستمع يحب الكلمة الجيدة، نزار قباني او محمود درويش او سميح القاسم او ما كانوا فعلا رسول في قومه، رسول الكلمه، هذا اللي الانسان يحب يسمع كلمه جيده، يحب اذا احنا نشوفه في اماسي، الانسان العادي قاطع الاماسي، مجموعه شعراء نقرا لبعضنا، انا نحكي على تجربه في تونس ما نحكيش في اماكن. طيب متى يخسر الشاعر باعتقادك، وحبذا لو تثبتي قدر المستطاع بجلستك مشكورة لا مأمورة أكيد، متى باعتقادك متى يخسر الشاعر أستاذة لمياء؟ لما يصبح شعره تافه فعلا، أنا أسمع النصوص تافهة، إنسان جايك باش يسمع ما محتوى تافه سيغادر القاع. نعم، إذن على الشاعر حتى يظل رابحا أن يكتب الكلمة التي تستحق أن تصل إلى الناس، الكلمة التي ترتقي بأسماعهم وترتقي بأفكارهم وكذلك تؤسس لوعي حقيقي، لا أن يقول توافه الكلم أو أن يدعو إلى الأفكار الهابطة. هذا ما وصلني من مضمون إجابتك وخلاصتها. حبذا لو تقرأ لنا نصا جديدا. دمعة العناب. تفضلي. إن الهوى تهويمة في عاشق صوفية معزوفة بربابي، فيها تعاريج الهوى منزاحة أقدارها تقتات كالأسباب، وتصافحت
وتصافحت أجفانها بدموعها في كل آه، في كل آه غيتها كسحابي مسكونة، روح الزلازل في دمي والباكيات هزائم الأحباب. فشهيدة إني بليت بحبه، أسكنته في منزلي وقبابي، وتمركزت في شوق قلبي رجفة وكأنها طرق على الأبواب، يردي مدامع لحظه بوح النوى، يا ليت غسلي دمعة العناب، ويكون قبري في شظايا جلده، ويصير رمسي في ربى الأهداب، وأتوه بين جنينتي وجنانه كالخمر يسكن في فم الأكواب. بورك بك أستاذة لمياء. قبل أن نذهب إلى القصيدة الختامية، أود أن أطلب منك كلمة حتى يعود العالم إلى فطرته التي تشوهت، وتعود هذه الفطرة نقية كما أرادها الله لعباده جميعا. كلمة موجهة لكل ذي قلب، وكذلك لكل المثقفين والأحرار في العالم العربي وكذلك تونس، ماذا تقولين؟ أقول بالعزيمة يحيا الإنسان، والعزيمة أنه حتى الحروب رو النجم نقضوا عليها بالعزيمة. أأتوا لكل ذي حق حقه، فقط إذا ما تظلمش الإنسان ستنتهي الحروب. أعيدوا حق الفلسطينيين، أعيدوا حق أي مظلوم في العالم، هنا ستنتهي الحروب وسنعيش بسلام، وما نأمل أن نعيشه سيكون. نعم، الآن تفضلي إن كان لك إضافة. المثقف العربي أو الشاعر العربي أو أي مثقف عربي، إحنا في العرب ما مش ممكن نتوحد، خطر يستحيل الآن في الظروف هذه، لكن على الأقل يكون المثقف على رأي واحد، المثقف العربي والشاعر العربي يكون مواقفه فيها وحدة، فيها حب للعروبة. نعم، فعلا احنا كنا وما زلنا نحط نعم في ما زلنا هذه، لو اتفقنا سنكون أحسن بالتأكيد. إن شاء الله تعود الأمة أكثر تماسكا وترابطا وتشبثا بعقيدتها السمحة، وكذلك بإنسانيتها التي تصدرها للعالم وتعكس أخلاق المسلمين، كرامة وجودة المشهد العربي، وكيف يمكن لهذه الروح السامية أن تحلق عاليا في سماء الإنسانية، كل الإنسانية. أستاذة لمياء، نريد أن نسمع منك الآن القصيدة الختامية لهذه الحلقة، تفضلي، لكن حبذا لو ثبتت بجلستك مشكورة، نعم. تفضلي. إني أرتب من جديد لو سمحت، لأن الصورة تقطعت قليلا، حبذا لو تبدأ النص مرة أخرى من جديد، تفضلي أستاذة لمياء. وأظل عالقة هناك، إني أرتب ما تبقى، إني أرتب ما تبقى من فتاتي، وأعده نصفين، نصفا لي والنصف للذي ما زال يرسمه أمين. وأوزع الحلوى هناك، وفي الفضاء يدي أنا، وأظل عالقة هناك، أرتب ما تبقى من فتاتي، وأوزع الحلوى هناك، وفي الفضاء يدي أنا، ولممته بأصابعي ونثرته ملحا على القمم التي تمتد في الأفق البعيد، كما أدمعي يقتات منها طير يأتيني لينهش أنتي. أنا يا حواصل هذه الطير التي أكلت غدي، خبأت عمدا ما تبقى من دمي، هيا انطريه على المدى، هيا انطريه تعاقبي، كي تجمعيه وفي المدى شوقا لمن رحل انطريه، تعطري علنا بخيبات الغد الباكي هنا، وتعطري بما مما يليه. وأظل عالقة
علقت ان هناك ابني هيكلي من طين اوعيه المجامل انصلي، واظل عالقه هناك واكتوي بين الزمان وغربتي، فاظل عالقه هناك، تظل سابحه هناك في الفضاء يدي تلملم ما تبقى من غدي، حتى تخط على جبين الشمس في كبد السماء مرثيه، واظل عالقه هناك. كلنا عالقون هناك في الفضاء الحر، في دمعة طفلة مظلومة، في ألم أم ثكلى، في وجع أب مظلوم، في جرح حلم لا يزال نازفا. أستاذة لمياء، وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تودين أن تقولي؟ تحية ود القناة الرافدين، وتحية حب شكرا لك. للعراق، وتحية تقدير لسيادتك وللعاملين في الأستوديو الآن معك، شكرا شكرا جزيلا. جزيلا لكم. تحية لقلبي تونس والعقلي فلسطين، ودمي دمي فعلا دمي، لأنه ينزف حتى ولو لم ينزف، يعني حقيقة دمي ينزف من أجل شهداء فلسطين، من أجل الأم الثكلى في فلسطين. نسأل الله أن يحقن هذا الدم وأن ينصر هذه الأمة وأن يعيد وحدتها ولحمتها إليها حتى تسترد مجدها وكامل سؤددها، إنه على ذلك قدير. سلمت أستاذة لمياء العلوي الشاعرة التونسية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم، دائما ظلوا في عناية الله، إلى اللقاء.